الله إن شاء تكون الله. مكسب لينا ونروح برضو الموسيماني، يعني الجهاز الفني الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي فيتسو موسيماني قرر ان هو يستكمل تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيره النهارده وبكره زي ما قلنا لحضراتكم. جه القرار ده بعد حاله الغلق الاعلامي لتدريبات الفريق، وطبعا ما فيش انه اي حد يقدر يطلع على اي حاجه ليها علاقه بمعسكر الفريق، خاصه وان ملعب التتش بيتم اغلاقه بستاير تمنع اي حد ان هو يشوف ايه اللي بيحصل في التدريب. زي ما حضراتكم عارفين انه المفروض النادي الاهلي هيخوض تدريبه يوم الخميس اللي جاي على ملعب استاد القاهره، استعدادا طبعا لمواجهه الزمالك بنهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه ان شاء الله. نروح لنتيجه المسحه يا ساره، والحقيقه يمكن النهارده ظهرت نتيجه المسحه الطبيه الخاصه بالكشف على فيروس كورونا اللي خضع عليها لاعيبه الاهلي في الساعات البسيطه الاخيره يعني. والحقيقه الحمد لله نتيجه العينه بالنسبه لجميع اللاعبين جت سلبيه. نتيجه المسحه الطبيه اثبتت عدم وجود اي اصابات جديده بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، وبعد طبعا ما تم الاعلان عن 5 اصابات في الايام الماضيه. الاهلي يمكن اعلن عن اصابه كهربا، صالح جمعه، احمد ياسر، ريان، محمد شريف بفيروس كورونا، قبل ما يتم الاعلان كمان عن اصابه وليد سليمان بعد ساعات من مشارك في ماتش ابو قير الاسمده اللي كان في كاس مصر. نتمنى السلامه طبعا للجميع. اكيد، وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم مسحه الكاف يعني الرسميه بقى بكره ان شاء الله، ونتمنى تبقى كل النتائج سلبيه.